往那一眯。هو ليه حاسه ان الاضاءه مش عامله صح؟ هي عارف بس هي اه عشان 43 على فكره في زرار من قدام بتاع واحد من تحت واحد من فوق بس احنا بنختار واحد بس حاجه كويس صح؟ هو كده باين اه كده باينه والكونتور باين والدرجات باينه تمام وصلنا كده ماشي حلوه يعني هنعمله تاني في لوك السموكي انا هبتدي احط بلاشر احط بلاشر على جوه يعني ان انا عامله درجات بنيات عادي لو حطيت على بيك مش مشكله تمشي او يمشي يعني والجيمشن في البيك اهو يعني بيك لما خد خد اه ماشي إذا بعد ده ماشي كمان أكتر من الأورنج ممكن نعمل ميكسين مع بعض حاجة كده؟ عشان ما يبقاش بصي فوق عشان ما يبقاش اسود بخط كده او اسود اه سوري مش اكني انا حاطه خط خلاص في تدريج للون زي فوق بالظبط بالظبط كده بنحطه على البني ولا تحت البني سنه بس تحت البني شويه بطلعه شويه قبل من البني وانزل بتاني قبل من البني وانزل بتقول لك عاوزة كريم أساس ناعم على البشرة كده يغطي المسام والبشرة الدهنية البشرة الدهنية تكون ناعمة على البشرة عايزاه يومي يا أسيا اسمها أسيا إس إس يا إس عايزاه يومي ولا عايزاه مناسبات؟ أعتقد هي هتقول لك يومي عشان تحطه كل يوم عندك لوري الانفلما عندك فيت مي والجوائي مات شايفين الدرجة دي؟ بقى عامل زي لوك نانسي كده ايوه انا ما زهقش من الدم وما زهقش من التدريب والالوان طول ما انت مش زهقانه تطلعي ايه؟ اللوكات حلوه نعم أسماء بتقول لك مكياج جميل جدا جدا بس
بصوا انا ما عنديش اي حاجه اشوف وش انا مش بفكس لا مش عايزه اطير الدنيا عايزه اتكلم كده لو كده بقى انا ما بلاقي مثلا وش ناشف مهم او كده البرش ده بيهدي الدنيا شويه او بيطيرني الدنيا بس انا ما عنديش بس انا بيبقى عندي برش كتير بس انا ما عنديش هتلاقيني برش ايه لاني بس ايه تعرفي الدنيا بس خلاص انا لو في منطقه فيها حبوب انا ببعد عن المرايه يعني بحط شعرين مرايه عشان بتلبس اكتر بصي زي لو حبايه ظهرت اكتر بس مش كده شويه او نزلت مش شويه انا شايفاها بص قبيله في المرايه شايفاها بص اه بحط شعرين خالص اي منطقه فيها حبوب بتلاقيها طيب لو عندها حبوب في المنطقة اللي انت بتحطش بقى لا ما احطش اما لا احطش ما احطش ما احطش خالص زي كده الكورة انا بحط في الكورة دايما صح؟ انا هستكفي احط في الكورة في الحتة دي بس بين الحاجبين بين الحاجبين وايه؟ وحوالين ايه؟ الحبوب كده بس ايه؟ مصباعي ممكن ايه في الجهاز هنا نحط في الدقن والمناخير صح؟ نحط على الحته دي هتزن شويه وعلى المنطقه اللي انت قبل ما نبني قبل ما نحط دلوقتي المنطقه دي بتبقى نحط عليها ايوه ميزو احمد بتقول بجد روعه ما شاء الله مش عارفه انت ميزو دي بنت ولا ميزو ده ولا بنت بنت ومسميه تمام تبتدي اكيد الفرشه بتاعت الكتاب بيها من تحت الحلق نحط ايه؟ نحط نفس هايلايت هايلايت ادي ضي تحت الحاجه طول انا بنت متجوزه معايا حمزه وجنى جميل ولا حمزه اكيد ربنا يخليهم ضلي بتقول اسم فاونديشن يومي يخفي العيوب العادية للبشرة يومي جرعي مثال مش بقى يبقى مش بقى العادية لا العادية في دور الكنسل هو البيل عادية ده كويس بيل مط لا يومية بس ما اعتقد ما فيش ممكن تشوفي بقى بشواء الناس الحالة اللي عادية ولا
على ايه؟ اي حاجه تكون مني ايه؟ حط عليها بودره كده كده اوريدي خلاص ايه؟ رسمها في الاول. مفيش غير اختصاص بس رموش ورموش دي بس مسطرة تمام حواجب تمام هي مكبرات تكون درجة حواجب مش حد يقول لكم انت تاني؟ لا بس هو بيتفرجوا بس هو لازم الماسكارا تشوفي تحط فوق الجل البني بتدي لوك حلو للشعر وتحسي ان هو بس طبيعي صرح غدير بتقول لك تسلمي ايدك يا يابا مش موجود ان نبقى نجربها في التست دي مفيش مش موجوده ايه الماسكارا دي موجوده في التست موجوده نعمل بعض حاسين يا والله يا غدير غدير اسمع لي ديدي لا متأكد مش عايزة تمام كده خلاص مش Thank you.
وحشه صح؟ نوع الرموش دي ايه واسم اللزق بتاعها وبجد الله ينور. بس الرموش احنا اخترنا الرموش من وينفع براند بنت ميك اب ارتست عامله الرموش مش بقصرها بس هي كان فيها زي شفتي دي دي ممكن تشوفها لما اقفل وفتح ممكن تشوفها الشكه بدمعه الشكه بدمعه يعني الدم واحد ممكن لو اي حاجه جت على عينيها او كده مش مستحيل هحط الجلاس على ايه؟ على الخط معرفش الخط من جوه هي بتقول عايزه اللزق؟ اه بس من اللزق ديو هو اللزق ابيض بس قالب دوم هيبقى اسود يبقى شفاف. ايمان بتقول لك تسلم ايدك يا هو درجه جيل الحواجب ايه؟ جيل الحواجب من انجلت رقم 17 وحطيت عليها مسكره كاركتر رقم 11
ايه مش فاهمه ايه حتى تقول لك اصل احنا متعودين مش نرسم بالقلم بالظبط بالقلم مش متعودين نرسم يوما بتقول لك بجد في سناب فيدك اللوك تحفة رضوى بتقول لك حطي كشمير هيبقى تحفة إيمان بتقولك بحب اللوكات بتاعتك جدا بقى
اخبارك؟ بتقول لك تسلم ايديك. نورهان بتقول لك هنا جميل قوي اللوك. انا نورهان معاكي في اللوك في الكورس الصباحي. تسلم ايدك يا قمر. اللوك كان اسمك يا ولد انت بتحبيه. انا عايزه اخليه ايه مط
خالص. او ممكن احط جوه العين اسود، ممكن ما احطش، ممكن احط ممكن احط مثلا جوه العين. ما احطي اسود على اسود مش ولا اعطي بس بلد. بتقول لك عاوزه ايه؟ اعرف اسم بلد كويسه للروش وثباتها حلو وسعرها مش غالي. بس هو هيدر جدا لما ان شاء الله الساعة 6.